قالت تقارير صحفية إن قوات عراقية اقتحمت صباح اليوم راوة، آخر منطقة بيد تنظيم داعش الإرهابي في البلاد. وينضم إلي من بيروت مشاهدينا الكرام مدير مركز الدراسات العراقية دكتور فالح عبد الجبار. دكتور فالح، أهلا بك. يعني هذا التقدم المستمر للقوات العراقية في مقابل تقهقر داعش يعني يفتح الباب لمرحلة جديدة في العراق، كيف نوصف هذه المرحلة؟ بالتأكيد يعني كما قلت أنت يعني أنه هناك مرحلة جديدة، بمعنى أنه الدولة التي أقامتها داعش والممتدة على ثلثين الأراضي أو ثلث أراضي بلدين عربيين سوريا والعراق، هذا الكيان لم يعد له وجود، لا ليس لديه عاصمة، ليس لديه بلدة أو مدينة يعتد بها، ليس لديه قاعدة وقيدة، خياراته بالتحصن في المدن انتهت إلى فشل ذريع اتباع هذا التكتيك الحرب العالمية الأولى أمام يعني تكنولوجيا متطورة وأيضا قوات واسعة وجبهة أوسع بعد من الأعداء. فنحن يعني تهيئ مرحلة ما بعد داعش اللي تنطوي على يعني تحديات كثيرة. نعم. طيب يعني هل تعتقد أن هذه المرحلة الآن التي تمضي فيها القوات العراقية هكذا هو طريق بدون عراقيل؟ لا أتحدث فقط من الناحية العسكرية لكني أتحدث أيضا بشكل سياسي وغيرها، يعني هل سمح العالم والمجتمع الدولي وقوى بعينها بالأصح بأن يهزم داعش وبأن تحدث هذه الانتقالة؟ هل تجد ثمة مقاومة يمكن أن تواجه المرحلة الحالية؟ عزيزي، داعش جاءت ظهرت باسم الدفاع عن المجتمع السني في العراق. اول ضحيه لها كان المجتمع السني، عوقب كل شخص من السنه ممن التحق بالجيش او بالاداره او بغيرها، كانت حمله اعدامات واسعه، ثم توجهوا لضرب الاكراد وهم سني، ثم يعني كل استراتيجيتهم تقوم على حرب طائفيه ضد الشيعه، فهذه يعني سياسه واستراتيجيه هي تنطوي على هزيمه ذاتيه بذاتها في ذاتها. يعني هي استراتيجيه حمقاء وقصيره النظر ومدمره في التدمير الذاتي اكثر من التدمير العام. بعدين داعش ايضا تعبت العالم كله، هجماتها في باريس، في لندن، في برلين، في امريكا، في غيرها، استعدت العالم، استعدت روسيا، يعني لم تبقى دولة لم تستعدها قوى داعش. فكيف نستغرب هزيمتها بهذه السرعة؟ يعني بالعكس تأخر كثيرا، هذه الهزيمة تأخرت كثيرا. المهم يعني الآن التهيؤ لمرحلة ما بعد داعش برأيي، وهي الأهم يعني بتفرعاتها السياسية الاقتصادية، الإعمار، عودة المهجرين والناس إلى بيوتها، إعادة إعمار المدن المهدمة، إحياء يعني خلق وظائف وفرص عمل لهذه المناطق التي تضررت وفقدت اقتصاداتها. من يتحمل التكلفة؟ لا هي يعني هناك اولا يعني هناك عطف عالمي على هذه القضية، لأن معالجتها هي اكبر ضمانة لمنع عودة التطرف، هذا واحد. اثنين، هناك ايضا عطف عربي خصوصا من دول الخليج ومن المملكة العربية السعودية على إعادة الإعمار وكذا، فهذا لعله يعني يغطي جانبا كبيرا كلفة إعادة الأعمار التي لا يستطيع الاقتصاد العراقي تحملها بسبب انهيار أسعار النفط والاعتماد شبه الحادي للعراق على النفط، من لا توجد صناعة ولا زراعة ولا خدمات ولا أي شيء، لا يوجد أصلا اقتصاد عراقي خارج النفط. فالح عبد الجبار الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.